ليكن رمضان بداية الانطلاق إلى محطات الطاعات وجني الحسنات، ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام. كم تتمهل عشنا انتظارك في الشهور بلوغي، فنزلت فينا زائرا يتعجل. ها قد رحلت يا حبيب لحظات ذهبية قبل انقضاء آخر أيام شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات. سبحان الله كيف تمضي الأيام مسرعة. ها هو رمضان يلملم حقائبي ويتهيأ للرحيل، كان ضيفا يؤلف بين القلوب ويهذب النفوس. شهر رب العالمين عاده الله علينا، الله علينا وعليكم أجمعين. اغتنم ما زلت قادر، ما زلت قادر قبل تغشاك الندامة. قبل أفوات الأوانة تفوز بالكرامة. واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. رضاك يا رضاك بالمصطفى، واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. شادت سليمة بالوصال تكرما، فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. سادتي كادت دموع العين تجري دما. رضاك يا رضاك بالمصطفى، واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. مولانا مولانا يا سمع دعانا، في حرمة محمد لا تقطع رجانا. مولانا مولانا يا سمع دعانا، في حرمة محمد لا تقطع رجالا. ما يعدي على أنس الخواطر غنانا، والذي قد عناهم في الهوى ما عنانا. مولانا مولانا يا سمع دعانا، في حرمة محمد لا تقطع رجالا. اجعل اجعل إلهي في مرادك شفانا، والطريق الذي فيها سعى.
أرسلك مبتدانا. مولانا مولانا يا سمع دعانا في حرمك محمد لا تقطع رجانا. ألف صلوا عليه نورنا ملتجانا ما سجع بالقناة. اللهم صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخواتم مباركة، وكل يوم أنتم بخير. ورحب بكم عبر برنامجكم المباشر رمضان كريم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم، خير الأعمال خواتيمة. هذا هو موضوع حلقتي لهذا المساء المتجدد بحضوركم، وأتشرف أن يكون معي في الاستوديو فضيلة الشيخ ضياء الدين الأزهري القادم من رحاب الأزهر الشريف. مرحبا بك شيخ ضياء، خوات مباركة، وكل يوم أنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. السادة المشاهدين، أتمنى لكم أيام سعيدة، لم يتبقى إلا أيام قليلة طبعا، ويهل علينا عيد الفطر المبارك. أتمنى أن يكون صوم مقبول لكم ودم مغفور بإذن الله تعالى. كما تعودنا البداية دائما من صنعاء، من ينضم عبر الهاتف المهندس رشيد العريق الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، خواتم مباركة، كل يوم وأنت بخير. خواتم مباركة علينا وعليكم بالصحة والعافية أخي صبري، أنت وطاقم البرنامج وجميع المشاهدين الأكارم، وضيفكم الكريم في الاستديو الشيخ ضياء الدين الأزهري. شكرا يا باش مهندس. طبعا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تراجع نسبي في حالة عدم استقرار الطقس في بلادنا الحبيبة، أي أن بعض المناطق ستقل فيها الأمطار كما ذكرتم، مع بقاء تحذيراتكم لبعضها الآخر. ما هو الجديد حول غزارة الأمطار والأضرار المرافقة لها خلال اليومين الماضيين، وأي المحافظات التي هطلت فيها الأمطار؟ نعم أخي صبري، توقع الأرصاد الجوية في الأيام القليلة الماضية بتراجع نسبي لحالة الطقس، وفعلا قلت الأمطار عما كانت عليه في العشرة الأيام الماضية، وذلك في المحافظات والمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الجبلية، وخاصة المناطق الشمالية من المهرة شرقا حتى صعدة وشمال الحديدة غربا، إلا أن الأمطار تركزت واستمرت على المناطق الجنوبية الغربية، وهطلت أمطار كانت شديدة الغزارة رافقة العواصف الرعدية وتدفقت السيول، فلله الحمد والمنة. طبعا كما حدث ذلك يوم أمس في تعز، خاصة في منطقة الحوبان وصبر والوازعية، وكذلك أمطار غزيرة كانت في المدينة. بلغت كمية الأمطار المسجلة هنا في محطة الرصد في 21.3 ملم، وكما هطلت أيضا أمطار على مدينة القاعدة في محافظة إب، حيث خلفت بعض الأضرار في أسقف المنازل، بعض المنازل هناك أي في مدينة القاعدة. كما هطلت أيضا أمطار على مدينة إب، بلغت كميتها 25.7 من 10 ملم. كما هطلت أمطار على أبيان، وخاصة في مدينة مكيراس والمحفد والكور، وكذلك هطلت أمطار على لاحق شمال مديرية المضاربة، وأمطار متفرقة على ريمة وحدة وجنوب غرب شبوة في الصعيد وحطيب وأجزاء أيضا من الضالع. جعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وبركة. ونلاحظ أخي صبري طبعا أن الأمطار كانت محصورة واقتصرت على بعض المحافظات، يعني أقل من 8 محافظات فقط. نتمنى أن تكون أمطار خير وبركة بإذن الله. باش مهندس، طبعا تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إعصار سيكون في بحر العرب، وسوف تتأثر به معظم محافظات بلادنا في قادم الأيام. حدثنا عن ذلك، وما هي التوقعات لحالة الطقس والتحذيرات خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى؟ نعم، هناك قليل في تهويل أخي صبري من ما تناقشوا هذه الوسائل، أو خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نحن في الأرصاد مع الإجازات نراقب وعلى دوام، يعني على دوام مدار الساعة نراقب بهم خلال هذه الفترة أي تشكل اضطراب في البحر العربي، وسوف نتعامل بمسؤولية عالية، حيث سنصدر التحذيرات المناسبة لكافة الطرق والوسائل للمواطنين، لكن لن نكون كهواة الطقس كما أسلفت ووسائل التواصل الذين يخوفون الناس من الآن قبل وقتها، وعندما تأتي متأخر هذه الاضطرابات تكون الناس قد مدلت لأنها لم تتحقق فجأة، وكذلك الجهات الرسمية ولا تأخذ الاحتياطات المطلوبة، لكن نحن سوف نتابع وأدعو أيضا الجميع
أن يتابع ويعتمد على كل ما يصدر رسميا من قطاع الأرصاد الجوية للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. وكمعلومة أن الاضطرابات هذه والعاصفة في بحر العرب تبدأ في هذه الفترة الانتقالية من إلى الصيف أي في مايو يونيو. ومثال على ذلك أعصار ساجار الذي تأثرت في بلادنا في 16 مايو وماكينو أيضا في 21 مايو 2018. وكذلك في الفترة الثانية اللي هي الانتقالية من الشتاء إلى الصيف في أكتوبر نوفمبر وقبل ديسمبر. إذا هذه الفترة فترة مايو يونيو نحن عيوننا على البحر العربي من هذه الاضطرابات والذي كانت بعضها شديدة الأضرار على بلادنا خاصة في البنية التحتية والمساكن وغيرها والمزارع وكثير من الأضرار المادية والبشرية. خالص تقديري لك المهندس رشيد العرقي، كنت معي من صنعاء الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد، شكرا جزيلا لك. لحظات ذهبية قبل انقضاء آخر أيام شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، فلنعمرها بذكر الله والاستغفار. تقبل الله منا ومنكم رمضان، أسأل الله أن يجعلكم ممن عفى عنهم ورضى عنهم وغفر لهم وحرمهم على النار وكتب لهم الجنة. وداعا رمضان، اللهم تقبلنا من الصائمين والقائمين والراكعين في شهرك شهر الرحمة، أعاده على المؤمنين والمؤمنات بالخير والبركة والغفران. ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وفاز بعفوك وغفرانك. سبحان الله كيف تمضي الأيام مسرعة، بالأمس استقبلنا رمضان واليوم وداعا رمضان. أتشرف أن أرحب مجددا بالشيخ ضياء الدين الأزهري القادم من الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، ها هو رمضان قد مضى وسترحل أيامه، ربح فيه الفائزين وخسر من عظمات يعني موبقاتي، ولا نعلم من الرابح لكي نهنئه بخواتم شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تحياتي لحضرتك ولطاقم العمل ولكل السادة المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم جميعا وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المقبولين الفائزين، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. صحيح نحن لا نعلم، لأن قضية القبول وعدم القبول مردها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هناك علامات يعني تجعل هذا الإنسان يعني يشعر أنه مقبول عند الله أو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. من العلامات التي تجعل الإنسان يشعر أنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يحبب الإنسان في الطاعة. يعني الإنسان في بداية رمضان يحاول أن يعني يجتهد في العبادة والطاعة ليجعل النفس مجبولة على أو تقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى مع كراهيتها لهذه المشقة من الطاعة من تحمل الجوع والعطش والامتناع عن حتى الأشياء المباحة والتي أحلها الله سبحانه وتعالى، وحتى في الليل من قيام الليل ومن مجاهدة النفس في أن يعني تقضي أكبر وقت ممكن في طاعة الله سبحانه وتعالى. النفس في البداية تكون يعني متأرجحة بين أن تتقبل هذه المشقة وبين عدم تقبل هذه المشقة، ثم شيئا فشيئا تبدأ النفس بتقبل يعني هذه المشقة، ثم شيئا فشيئا إن تحب أو يحب الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، فلا يجد مستراحه ولا هناءته ولا سعادته إلا حين يقبل على الله سبحانه وتعالى، فيستشعر لذة العبادة، لذة القرب والمناجاة لله سبحانه وتعالى. هذا الاستشعار هو من أول العلامات التي تدل على أن الإنسان مقبول عند الله سبحانه وتعالى. من أهم الأشياء أيضا أن الإنسان يعني ليس بالضرورة أن تكون علامات استشعاره للقبول هي الطاعة، بل ربما الذنب. حين يستشعر الإنسان يعني قبح نفسه وحقارة فعله فيقبل على الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول: معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وكان يقول: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. يعني قضى عليك بالذنب فوقعت في الذنب فتبت إلى الله وندمت على هذا الذنب، فكان هذا الذنب هو سبب في الوصول. يبقى إذن القضية ليست في الطاعة وفقط،
التي قد يدخلها العجب أو الرياء أو الغرور أو كذا، وإنما القضية في أن يستشعر الإنسان حقيقة نفسه فيقبل على الله سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الشيخ، بعد مرور هذه الأيام، يعني انقضى شهر رمضان، نعم، ماذا استفدنا كمسلمين من هذا الشهر؟ يعني هو شهر رمضان هو عبارة عن مدرسة جامعة لمكارم الأخلاق والفعل. هذه المدرسة يعني إحنا كل في حياتنا كلها تعلمنا أن كل شيء في هذه الحياة تدريب. إن أردت أن تحصل على جسم متناسق لابد أن تمشي فترة طويلة على حمية غذائية ونظام وكذا إلى آخره، تمتنح فيه عن طعام وعن شراب وتدرب نفسك على أنواع من الرياضات وكذا إلى آخره حتى تصل في النهاية إلى ما تريد. المفترض أن رمضان يفعل بك شيئا يقارب هذا الأمر، وهو أنه يريض روحك، يريض نفسك، يريض يحاول أن يهذب السلوك يعني داخل هذه النفس، ترويض نفسي وصحي. نعم، و... نعم. صحيح. هذا الترويض أو هذه الرياضات التي نأخذها من خلال امتناعنا يعني عن الجوع والعطش ومن خلال إلجامنا لهذه النفس عن أن تقع حتى في أقل الأشياء وهي أن تتلفظ بشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حتى إحنا في غير رمضان ممكن نتعصب، نتضايق، نتنرفز. في رمضان لما حد بيجي يسب لنا أو يشتمنا أو كذا إلى آخره، اللهم إني صايم، سيبني في حالي، أنا مش هرد عليك، أنا كذا إلى آخره، لأنه يروض النفس. هذا الترويض وهذا التهذيب للنفس يجعل الإنسان في نهاية رمضان إنسان مختلف، إنسان مختلف. العصبية قلت، النرفزة اللي كان بيتنرفزها تغيرت، هذه السكينة حلت في القلب، هذا القلب يعني أصبح بدلا من أن كان يحاول أن يقضي الوقت فقط ليختم القرآن ويعد ختمات، يحاول أن يتأمل في كتاب الله، أن يتأمل في كون الله المنظور، أن يحاول أن يستشعر قرب الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان. وهذا هو معنى من معاني الصيام الحقيقي. طيب يا فضيلة الشيخ، هل هناك وسائل معينة لكي يستمر الإنسان في الطاعة ما بعد شهر رمضان المبارك؟ هناك البعض يلتزم طوال شهر رمضان المبارك، نعم، فمجرد ما يأتي العيد تخف الطاعة شوية، الذهاب إلى المسجد يخف شوية، الأعمال الخيرة تخف شوية. لأنه إحنا دايما بنبدأ الموضوع بالمعكوس أو بالمقلوب. يعني إحنا دايما لما بيأتي علينا شهر رمضان بناخد نفسنا يعني بشكل مفاجئ إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى بكل ما أتينا من قوة وطاقة، وده أكبر خطأ نحن نقع فيه. وأنا شخصيا وغيرنا من الناس وقعنا في هذا الأمر سنين طويلة جدا جدا جدا، إلى أن اكتشفنا أن هذا الأمر خطأ، وخطأ كبير أيضا. لأنه النفس البشرية يعني خلقها الله سبحانه وتعالى وركب فيها قضية التدرج، والشريعة الإسلامية قامت على التدرج في الطاعات وفي حتى المنهيات والأشياء التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها أو حرمها علينا. ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم علينا شيئا مرة واحدة في بداية التشريع، ولم يأمرنا أن نأتي بشيء على وجهه الكامل مرة واحدة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الإنسان عليه أن يتدرج في الطاعة. لما يبدأ الإنسان في بداية شهر رمضان يتدرج في الطاعة يبقى إنسان عادي جدا، ويبدأ كل يوم يزود عن المقدار اللي بيكون موجود، هيأتي في نهاية شهر رمضان وقد تغير حاله، وقد استشعر لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. ومن ذاق عرف، فمن ذاق هذه اللذة وهذا القرب لا يرضى أبدا بحال من الأحوال أن يفارقه هذا الحال بعد رمضان. لكن القضية كما قلت لحضرتك إن إحنا في البداية بندخل جامد أوي 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 أوي، وبعدين نبتدي نقل 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 نقل، بدلا من أن يكون ختام رمضان على أعلى ما نكون بنكون على أقل ما يكون. يعني إحنا لو تفتكر إن إحنا هنا مثلا عادتنا وتقاليدنا إنه ليلة العيد الناس بتروح تخرج وتتفسح وتعمل، وخلاص بقى ليلة عيد فاحنا خلاص رمضان خلص. المفترض انه العكس، المفترض انه شهر رمضان لما بيجي علينا احنا بنتدرج فيه في الطاعة. بتأتي ليلة العيد فنتمثل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من احيا ليلة العيد احيا الله تعالى قلبه يوم تموت القلوب. بنتمثل فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام او شيئا من حال النبي عليه الصلاة والسلام، انه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من مصلاه أو من معتكفه في ليلة العيد إلا إلى المصلى يعني لصلاة العيد.
يعني الاعتكاف والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى يوما بعد يوم في رمضان يتزايد عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في ليلة العيد لا يفوت فيها ثانية ولا لحظة إلا وهو في حال قرب مع الله، حتى تأتي صلاة العيد فيخرج إلى المصلى لأنهم كانوا يصلون العيد خارج المسجد النبوي الشريف. طيب يا فضيلة الشيخ، هي فرصة أيضا أنه رمضان أنه الإنسان المسلم يراجع حساباته، أن يكون أيضا رمضان بداية انطلاق حقيقية للإنسان، يعيد ترتيب حياته من جديد، أعماله من جديد، الطاعات من جديد، يعني فرصة أنه رمضان هذا الإنسان أيضا يهذب نفسه ويستمر أكثر في التمسك بالشعائر الإسلامية. كل لحظة تمر علينا يعني فهي فرصة من الله سبحانه وتعالى، فما بالنا في رمضان والأجر فيه مضاعف، والحسنات فيه تتكاثر، والسيئات فيه أبعد ما تكون عنا، والشياطين مصفدة، والنفس مهيئة لطاعة الله سبحانه وتعالى. الله هيئ لنا كل الأجواء في هذه الأيام لنقبل عليه سبحانه وتعالى، فهذه هي الفرصة الكبيرة لنا كما قلت حضرتك أن نجلس مع أنفسنا جلسة نحاسب فيها أنفسنا، نعيد ترتيب أوراقنا وحساباتنا مع أنفسنا، هل ظلمنا أحد؟ هل أسأنا إلى أحد؟ هل فرطنا في حق من الحقوق؟ هل آذينا أحدا؟ هل علاقتنا بالله سبحانه وتعالى على الشكل والوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا؟ كل هذه الأشياء في هذا الوقت مهمة جدا، لأن الله يتجلى في هذه الأيام أكثر من تجلياته في الأيام الأخر. يعني هذه التجليات هي فرصة عظيمة لنقبل على الله سبحانه وتعالى، لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ولله في كل ليلة عتقاء من النار، ففي كل ليلة يعني نحاول أن نتحين الفرص بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا برحماته، وأن يعتق فيها رقابنا، وأن يجعل رمضان هذا خيرا لنا من رمضانات السابقة، وأن يحول فيه أحوالنا إلى حال يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأن يقلب قلبنا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى فيثبته على القول الثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دائما ويقول يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. طيب يا فضيلة الشيخ، زكاة المال كيف نخرجها ولمن نخرجها، وهل رمضان مناسب لإخراج زكاة المال؟ زكاة المال كيف نخرجها ولمن نخرجها؟ أولا زكاة المال يشترط فيها عدة أشياء، أولا بلوغ النصاب، وبلوغ النصاب هو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، بيشوف الإنسان النصاب بتاعه عدى المبلغ ده ولا لسه ما عداش المبلغ ده، فإذا كان النصاب قد بلغ هذا المبلغ يبقى إذن استحق في هذا المال زكاة. الشرط الثاني حولان الحول عليه، يعني يمر على هذا المال عام كامل. الشرط الثالث أن يكون هذا المال فائضا عن حاجة الأساسية، يعني لا أحتاج إليه في شيء من الأشياء الأساسية والضرورية لي. هذه الشروط الثلاث إذا توفرت لدي في المال وجب علي في هذا المال أن أخرج فيه حق الله سبحانه وتعالى. كيف أخرجها؟ أخرجها بأن أتعهد بها الفقير الذي لا يملك من قوت الدنيا أو من حطام الدنيا شيء، أو أن حياته وأن الأشياء التي يملكها لا تكفيه في ضرورياته الحياتية التي يعني يحتاج إليها، فنخرجها في شهر رمضان لأن شهر رمضان الأجر فيه مضاعف. يعني هي زكاة المال بمجرد أن يحول عليه الحول وتتحقق الشروط تخرج في أي وقت، لكن الناس يعني يأتون في شهر رمضان لأنهم يعلمون أن الأجر في شهر رمضان مضاعف، وأن الحسنات تتضاعف، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي بالحسنة 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، ترك المسألة لتقديره سبحانه وتعالى. فدايما الناس بتتحين الفرصة في شهر رمضان لكي تحصل على ثواب إخراج المال وأداء هذا الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى، ومن ثم أن يجزل الله سبحانه وتعالى العطاء لنا ويبارك لنا في أولادنا وفي مالنا وفي أهلنا وفي صحتنا وفي كل ما أودعنا الله سبحانه وتعالى. طيب يا فضيلة الشيخ، زكاة الفطر ما هو يعني الحكمة من مشروعيتها؟ الحكمة من مشروعيتها أن الله سبحانه وتعالى فرض زكاة الفطر في شهر رمضان طعمة للمساكين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اللي هو يوم العيد يعني، وطهرة للصائم من اللغو والرفث. شوف ربنا سبحانه وتعالى
من جمال تشريعه ورحمته سبحانه وتعالى بنا أننا في شهر رمضان تقع منا أشياء رغما عنا. يعني ممكن الإنسان يتعصب، ممكن يقع منه نظرة محرمة، ممكن يقع منه لفظ محرم إلى آخر ما هنالك. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن نخرج من شهر رمضان وقد أعطانا الأجر كاملا، وقد قبل منا الصيام وليس فيه لغو ولا رفث ولا أي شيء من الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى عنا. ففرض زكاة الفطر هذا القدر اليسير جدا من المال ليطهر لنا به صيامنا وطاعاتنا لله سبحانه وتعالى، وليحقق التناغم والتكافل والمحبة وروح الألفة والفرحة في يوم العيد بأن نوسع على أهلينا وعلى فقرائنا الذين يحتاجون للفرحة في يوم العيد، من حيث الملبس، من حيث المأكل، من حيث العيديات، من حيث أي وسيلة لإدخال السرور عليهم في هذا اليوم، فهي تحقق الغاية والمشروعية التي أو الحكمة من مشروعية هذا الأمر الذي شرعه الله وافترضه علينا. طيب يا فضيلة الشيخ، هناك أيضا من يصل أرحامه فقط يعني في شهر رمضان المبارك، لماذا لا يصل أرحامه مثلا طوال السنة؟ ما هي نصيحتك لهؤلاء الأشخاص؟ والله إن من يصل الأرحام في شهر رمضان فهذا يعني خير كبير، أن يعني يعني يتذكر الإنسان يعني أقاربه أو رحمه في شهر رمضان فهذا خير عظيم. ولكن نقول له لا تجعل رمضان فقط هي المناسبة الوحيدة التي تتصل فيها برحمك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني اشتق من اسمه الرحمن كلمة الرحم ليؤكد لنا أن القضية كلها داخلة في رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن أردنا رحمات الله تترى علينا وتتوالى فإن علينا أن نصل أرحامنا، وليس بالضرورة في وصل الأرحام أن نكون معهم دائما. يعني اليوم وسائل التواصل الحديثة يعني قربت المسائل كثيرا، فنحن بحاجة لأن نتواصل معهم على أقل تقدير، أن نسأل عنهم، أن يعني ننظر في حاجياتهم، أن نطمئن عليهم حتى ولو من بعيد، وكلما حانت الفرصة لنكون معا نتقرب إن شاء الله ونسعد بوصلهم وقربهم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا فضيلة الشيخ، ما هو واجب الزوج تجاه زوجته في رمضان، خاصة بتكون مثلا المرأة صائمة تتحمل مشقة أعمال البيت، أو تكون مثلا مرضعة، أو تكون حامل، أو تكون مثلا في نفاس، ما هو واجب الزوج تجاه زوجته سواء في رمضان أو ما بعد رمضان؟ يعني ونحن نتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله، هكذا كانت تقول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. السيدة عائشة تصف شيئا من حال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان لا يعتمد على أهله في شيء، يعني إن قدم له شيئا قبله، وإن لم يقدم له شيء قام ففعل الأمر بنفسه عليه الصلاة والسلام. الزوجة مش موجودة في البيت من أجل أن تكون في خدمة الزوج على الوجه الذي يعني يتخيله بعض الأزواج من أنها مسخرة لهذا الزوج في خدمته أو كذا إلى آخره، وإنما الحياة مشاركة. هو للأسف العادات والتقاليد والأنماط الحياتية لدى البشر هي التي رسخت في قلوب بعض الناس أو في نفوس بعض الناس هذه النمطية في الحياة التي أعقبتها المشاكل الكبيرة في أنه يحصل الجدال وتحصل النزاعات في قضية هل أنا مأمور علي أن أنا أخدمك، طب وأنا مأمور علي أن أنا أشتغل برا وجوه، ما أنا المفروض أن أنا بعمل خارج البيت، لما أدخل البيت ألاقي مش عارف إيه، وابتدت النزاعات وكذا إلى آخره. القضية هي أن نفهم أن الحياة الزوجية حياة مشاركة، وقبل أن تكون حياة مشاركة في الأعمال هي حياة مشاركة في الأرواح، في العمل القلبي. لو انتظم العمل القلبي والحالة الروحية أو الروحانية لدى الشريكان أو الشريكين في الحياة الزوجية انتظم كل شيء، محدش فينا هيتخانق على من يخدم، من يقوم بواجباته، هتلاقي كل واحد بيحاول ان هو يخدم من ناحية. الزوجة مش هتخلي الزوج يمد ايديه في حاجة، والزوج اول ما يشوف الزوجة بتعبانة او في اي شيء مش هيخليها تقوم من فراشها ويقوم هو بخدمتها. القضية هيحصل فيها نوع من انواع الايثار الحقيقي حينما تتولد المحبة، انما الند بالند، وانت حقوقك ايه وانا حقوقي ايه، وشوف اصل السنه قالت كذا والدين قال كذا والشريعه قالت كذا ومش عارف ايه، هذه احنا مش في عمل ولا في شركه ولا في نظام مؤسسي ولا كذا الى اخره، ده احنا في بيت، ده احنا ربنا قال عليه سبحانه وتعالى ومن اياته، فجعل قضيه الزواج ايه ومعجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا وجد السكن وجد المودة والرحمة فقضية من يفعل ومن لا يفعل ستنتهي إن شاء الله سبحانه وتعالى. السادة المشاهدين، فاصل ثم أعود لاستكمال حواري مع الشيخ ضياء الدين الأزهري. رمضان هل هلاله وبنوره عم الألام، والبشر حل ببيتنا كل على خير أقام. أسرة رمضانية في وئام. الحمل والرضاع. فترة الحمل والرضاع صعبة على الزوجة خاصة خلال الصيام، فالحامل تخاف على نفسها وجنينها، والمرضع لديها هاجس على كمية الحليب، ولذلك من النصائح الغذائية تأخير السحور فيمد بالشبع أكثر، وليحتوي على كمية من الخبز والكعك الأسمر والدهون لتبطيء عملية الهضم، ولتكثر من الحليب لتأمين حاجتها من الكالسيوم الضروري لنمو الجنين، ويزيد كمية الحليب عند المرضع ولا تنسى الماء لأهميته. الحمل والرضاع، تعاني الزوجة معهما الكثير من المتاعب ويشق عليها الصيام أحيانا، وقد راعت الشريعة هذا الأمر فلها أن تأخذ بالرخصة، وحري أن يراعي الزوج ظرفها. مرحبا بكم مجددا فضيلة الشيخ ضياء الدين. وجوب الاستمرار في أعمال الخير بعد رمضان كيف يكون؟ يعني احنا بدأنا الحلقة فقلنا من علامات قبول الطاعة أشياء كثيرة، منها أن من علامات قبول الطاعة الاستمرار على الطاعة بعد الطاعة. إذا أراد الإنسان أن يطمئن هل عمله مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا، فإن عليه أن يجاهد نفسه أو أن يجد نفسه مقبلة على أن يستمر في الطاعة بعد الطاعة. فلا يتوقف الإنسان عن عمل الخير فيما بعد رمضان كما كان يفعله في شهر رمضان، لا، بل عليه أن يستمر حتى وإن كان استمراره هذا قليلا. يعني في شهر رمضان نجتهد بكل ما أوتينا من قوة، خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، لكن لا نوقف الأعمال، أعمال الخير، سواء من قيام لله سبحانه وتعالى لليل. يعني سيدنا جبريل عليه السلام حينما يعني أوصى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات فقال له: يا رسول الله، يعني عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. الذي استشعر في شهر رمضان قيام الليل عليه ألا ينقطع عن هذا الحال، لأن قيام الليل شرف المؤمن، لأنه يفضفض لله سبحانه وتعالى فيه عن كل حاجياته، لأنه يعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذه الفضفضة تريح النفس والقلب، لأن هذه الفضفضة فيها لذة المناجاة والقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء تجعل للإنسان نورا وبهجة وهيبة حتى في قلوب خلق الله. الله سبحانه وتعالى يعطي نور في لقائم الليل لله سبحانه وتعالى، يورثه هيبة وجلالا حتى في تعاملاته اليومية مع الناس، فيقضي له حاجته ويسهل له أمره ويجعل له القبول بين الناس. من اعتاد الخير في شهر رمضان أو استلذ هذه الطاعة فلا يعني يمتنع عنها بعد شهر رمضان. من اعتاد أن يدخل السرور على الناس من خلال التصدق أو من خلال أعمال البر فلا يقطع هذا العمل بعد شهر رمضان. من اعتاد أن يسير بين الناس جابرا للخواطر، مصلحا بين الناس، يحاول أن يلم شمل الجميع من حوله من خلال أن يجمع هؤلاء على هؤلاء، من خلال أن يكون سببا في وصل الناس ببعضهم البعض، من خلال أن يدخل السرور على قلب أي إنسان كان يعني يستطيع أن يدخل السرور عليه، هذه الأعمال من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان بعد شهر رمضان أيضا. لأنهم قالوا الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، هي القضية أبدا مش في قضية الصيام ولا في قضية الصلاة ولا في قضية الزكاة ولا في قضية الحج، ده في أشياء كثيرة جدا 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 تغيب عنا ونحن لا نعلم أن هذه الأشياء لها قدر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وربما تدخل الإنسان الجنة. ومنها فقط حتى أن يعزم الإنسان على عمل الطاعة. يعني إنسان مشي في مكان ورأى مثلا مسجدا كبيرا وعلى هيئة حسنة، فقال إن أعطاني الله سبحانه وتعالى يعني المال
لأبنين لله سبحانه وتعالى مسجدا كهذا المسجد أو أعظم. واقترب أجله ومات هذا الرجل وقد فارق الدنيا ولم يعني يتمكن من أن يبني لله سبحانه وتعالى مسجدا يقدمه لله سبحانه وتعالى. يجد في رصيد حسناته أنه قد بنى مسجدا وأنه قدمه لله سبحانه وتعالى. الله. فعلى نياتكم ترزقون. أحد الناس مرة قابل النبي عليه الصلاة والسلام وكان على ناقة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وأنه مأمور بالطاعة وأنه لابد وأن يتوقف عن فعل المعاصي وكذا إلى آخره. فالرجل قال أفعل يا رسول الله؟ قال أقررت. قال أقررت يا رسول الله. فكان هذه يعني هذا الفعل أو هذا الإقرار من هذا الرجل هو ما فعله فقط. ثم يعني مضى هذا الرجل فانزلقت به ناقته في مكان، فوقع الرجل على عنقه فمات. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الرجل تكلم وقال: من أراد أن ينظر إلى رجل قد تحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلينظر إلى هذا الرجل. هذا الرجل من أهل الجنة لأنه أقر بالالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى. من أراد أن ينظر إلى من آمن أو من أقر بقلبه مع قليل العمل وأجر كثيرا فلينظر إلى هذا الرجل. وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة تضع الفاكهة في فيه، يعني في حال خروجه للروح وكذا إلى آخره، لأنه فقط أقر وأزعن ووعد أو يعني كان له من قبل نفسه لله سبحانه وتعالى وعدا حقيقيا، ووعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سيلتزم بالطاعة وسيتوقف عن المعصية وسيدخل في دين الله سبحانه وتعالى، وكان وعدا حقيقيا مع أنه لم يعمل شيئا إلا أنه كان صادقا في وعده وإقراره لله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة تضع الفاكهة في يعني فاكهة الجنة استقبالا له يعني وتبشيرا له بجنة الله سبحانه وتعالى. طيب يا فضلة الشيخ، ما هو واجب الوالدين يعني ولي الأمر تجاه أولادي خلال شهر رمضان أو حتى ما بعد شهر رمضان؟ للأسف هناك البعض مشغول هو وأسرته مثلا في متابعة المسلسلات التلفزيونية وبرامج الكاميرا الخفية، فهل من المفترض أن يستغل هذا الشهر لتعليم أولاده كل ما يخص الدين من صلوات ومن أيضا شعائر دينية وأعمال طيبة؟ يعني المفترض أن نجعل لأهلنا شيئا من نصيبنا في قيام الليل لله سبحانه وتعالى. ما المانع أن يجتمع الرجل بزوجته وأبنائه في الليل ويصلي بهم قيام الليل ولو ركعتين خفيفتين، ثم يقتني كتابا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قصص الأنبياء ويقرأ لهم فصلا من سيرة النبي أو قصة من قصص الأنبياء. ما المانع أن يأتي بآيات مثلا كبداية سورة مريم عليها السلام فيقرأ بدايتها ويقرأ حال سيدنا زكريا وسيدنا يحيى مثلا بأبنائه، ثم يجلس فيحكي لهم قصة السيدة مريم وقصة سيدنا زكريا وقصة سيدنا يحيى، فيرسخ فيهم أولا قصص الأنبياء، ثم يعلمهم معلومة جديدة في دين الله سبحانه وتعالى، ثم يجتمع بهم على طاعة. ثم إنه إحنا للأسف الشديد يعني المسلسلات والأفلام والدراما وكل هذه الأشياء فرضت علينا، اقتحمت بيوتنا، مش هقول لحضرتك بدون استئذان، فمش هقول لحضرتك إنه إحنا النهاردة ما نمتنع أو نغلق هذا الأمر، ولكن من الممكن أن نجلس معهم فنستمع شيئا. الوالد هنا هو أحكم للقضية والأم أيضا ترى ما يصلح أبنائها. يعني المسلسل الذي يناقش فكرة معينة أو قضية معينة، إحنا مش بنقول إن الدراما كلها سيئة، في دراما تقدم عمل فني هادف وفي دراما تقدم عمل فيه إسفاف وكذا إلى آخره. العمل اللي أنا أرتضيه ويكون مثلا عمل كويس أو كذا إلى آخره يعني أرشحه لأولادي وأجلس معهم لنستمع إليه وأوجه النصيحة: شوف الممثل ده عمل إيه هنا وكان المفروض أنه يعمل كذا بدل ما يعمل كذا، لأنه لما هيعمل كذا عاقبته هتبقى كذا، والحلقات لما تتوالى بتورينا العواقب دي. فالولاد بيترسخ لديهم مفاهيم وقيم إنسانية أيضا، لأن القضية هو فقط مش في قراءة كتب الدين وإن كان ده شيء مهم وخطير جدا جدا جدا، لكن القضية في الأشياء التي اقتحمت بيوتنا، لابد وأن نجلس مع أولادنا أيضا ونعلمهم الصواب من الخطأ.
لأنه أنا لو ما عملتش كده هو هيفتح من ورايا وهيشوف، وساعتها سيتلقى شيئا، يعني قد يكون الهدف من العمل الفني ده أن يرسخ في نفس هذا الشاب شيئا. وقد رأينا الناس الآن أو الشباب الآن كيف هي هويتهم وكيف هي ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. فمن الممكن أن يجلس الإنسان حتى لينتقد العمل الفني الذي فيه إسفاف بين أبنائي، يقول لهم شايفين هذا العمل فيه إسفاف في كذا وكذا وكذا وكذا، هويتنا وثقافتنا العربية والإسلامية والمصرية واليمنية وكذا إلى آخره تقول بأنه إحنا زمان كانت ثقافتنا فيها كذا وحضارتنا فيها كذا وسدنا العالم في فترة كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا، فنربط الماضي بالحاضر بالمستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى. السادة المشاهدين فاصل ثم أعود لاستكمال حواري مع الشيخ ضياء الدين الأزهري. اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين القانتين، ونبهنا فيه من غفلة الغافلين، وهب لنا من فضلك ونعمك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لي إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين. فضيلة الشيخ ضياء الدين، الأيام والليالي في رمضان هل هي خزائن الأعمال لما حدث طوال الشهر بالكامل؟ لا شك طبعا أنه الليالي في شهر رمضان، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال ولله في شهر رمضان أو لله في كل ليلة عتقاء من النار، وليلة القدر تحديدا يعني الله سبحانه وتعالى يعتق فيها أضعاف 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 ما أعتقه في كل الليالي من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة خير من ألف شهر. ففعلا ليالي شهر رمضان وأيام شهر رمضان هي تعتبر بمثابة، يعني إن صح التعبير، هي خزائن العام كله في أن يتعرض الإنسان فيها لرحمات الله وتنزلات الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا لقمان الحكيم يقول له يا بني عود لسانك دائما أن تقول يعني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يعني شوف سيدنا لقمان بيقول لابنه هذا الكلام، عود لسانك أن تقول ساعة بعد ساعة اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة أو لا يرد فيها سائلة. ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى في أوقات كثيرة ويتنزل في الثلث الأخير من الليل في كل الأيام، إنما في شهر رمضان وفي ليلة القدر تحديدا التنزل والتجلي بيكون طوال الليلة. في شهر رمضان بيكون التجلي أعظم في معظم الوقت سواء بالنهار أو بالليل، فهي بالفعل خزائن وبالفعل نحن بحاجة لأن نتعرض فيها. كل دقيقة تمر علينا ونحن نستطيع أن نذكر الله سبحانه وتعالى بذكر معين نذكر الله، فإن فترنا عن الذكر اشتغلنا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فترنا عن هذا الأمر تأملنا في كون الله فحمدنا الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني حتى التأمل في الكون المنظور عبادة، أن تتأمل في بشريتك وفي ما أعده الله سبحانه وتعالى في وفيك وما ركبه، في الأشياء التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها ونحن لا نشعر بها. يعني قضية نعمة الصحة مثلا، الإنسان فينا لما بيجي له دور برد، هو الجسد هو الجسد والأعضاء هي الأعضاء، لكن لا تستطيع أن تحرك عضوا إلا ويؤلمك، لا تستطيع أن تبلع ريقك إلا بألم شديد، تضيق الدنيا في عينيك، طعم الطعام والشراب مهما لذ وطاب لا طعم له، الرائحة أو الاستنشاق غير موجود. على فكرة دور البرد الطبيعي بيعمل كده، يعني دور البرد العادي بيعمل كده في الإنسان. تخيل يعني شيء صغير من قبل الله سبحانه وتعالى يذكرنا الله عز وجل بكم من نعم، وليس بنعمة واحدة، بكم من نعم التي أعطانا الله إياها في هذا الجسد. فالإنسان ساعتها يدرك كم من نعم التي هو مغمور فيها. لما الإنسان يجلس فيتأمل كم هذه النعم التي يغرق الإنسان فيها، فلا يستطيع إلا أن يجد نفسه يقف فيحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا،
وهو موقن أن حمده هذا فيه أو يشوبه كل التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، لأننا مهما حمدنا الله ما أدينا شكر نعمة واحدة أنعم بها علينا سبحانه وتعالى. سبحان الله. السادة المشاهدين، واصلنا إلى فقرة مطبخ رمضان لربات البيوت. اليوم في هذه الفقرة سوف نتحدث عن الفلافل، التي طبعا هي وجبة عربية مشهورة والتي لم تنحصر في البلاد العربية فقط، بل جابت أنحاء العالم ولاقت رواجا واسعا، وذلك بسبب رائحتها التي لم يكن أن تقاوم، بالإضافة لطعمها الشهي والمحبب للجميع، كما وأنها تقدم كوجبة مسائية لا يمكن تخطيها. ومن الجدير بالذكر أن وجبة الفلافل زاهدة الثمن وتناسب الجميع. طبعا هي وجبة تقليدية فهي متجددة باستمرار، فكيف من الممكن لنا إعداد وجبة فلافل صحية وطازجة في المنزل واستخدامها وقت الحاجة؟ سنقوم بتقديم طريقة عمل عجينة الفلافل خلال هذه الفقرة. Thank you.
وصلنا إلى الختام. فضيلة الشيخ ضياء الدين الأزهري من رحاب الأزهر الشريف، كنت ضيفا عزيزا علينا، استفدنا الكثير من نصائحك الدينية وتعمقنا أكثر في بعض تفاصيل رمضان. أتمنى أن يكون السادة المشاهدين قد استفادوا منها، خاصة الصائمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، سعدت بلقائك، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير يا رب. السادة المشاهدين، الصوم لن ينتهي والقرآن لن يرحل والاستجابة لن تتوقف والأجر لن ينقطع. بالأمس كنا نقول أهلا رمضان، والآن نقول مهلا رمضان. ما أسرع خطاك تأتي على شوق وتمضي على عجل. اللهم تقبل صيامنا، نحن نعلم إنك ستعود يا رمضان في كل عام وفي نفس الموعد، لكن الذي لا نعرف هل سنكون في استقبالك. دمتم في خير. أقبل تعال فالشوق طال والقلب سامى نحو السماء مترنما. أنت في